يا جماعة محدش يشتري شاومي في مصر اطلاقا، اي منتج في شاومي ما تشتريهوش اطلاقا، ولا ساعة ولا موبايل ولا سماعة ولا حتى سلك، محدش يشتري حاجة من شاومي خالص. الضمان لو خلص انت خلاص، انت مالكش لازمة، مع السلامة، المنتج اللي معاك ده ترميه في الزبالة. يا جماعة محدش يشتري منتجات شاومي عشان هي فعلا منتجات سيئة جدا، تنبهر بيها في الأول، بس للأسف هي منتج سيء جدا. دلوقتي هنشوف الساعة المي ووتش الجميلة اللي احنا جايبينها دي بتشتغل ازاي. نخش على المي ووتش، نخش على الابليكيشن، نحاول نشغلها من هنا. نعمل سكان. نقعد بقى للصبح بقى، مفيش التاتش، مفيش. نعمل بير، حاول تاني. ورا الهواء نعمل بير تاني. للصبح بقى في التوكيل يقول لك للأسف الساعة دي بره الضمان، فما ينفعش نصلحها، فهات لك ساعة جديدة. شاومي يا جماعة،